خارجية قوة خرافية، ما أدري شنو ذولا، كلهم حزب الله. سيارات شقد جاي تجي ويلي يابا، شرطك يا كاظم، من يقول شرطك؟ باع 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 شنو هاي؟ هاي هسه الساعة بالأربعة إلا ثلث الصبح. سكرهم ليش يصير زلهم راس العالم؟ هذا بالاتحاد يقعد قاطع الشارع، فتح السيارة غصبا عليه النجار. وعلى حاليات خالي حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد لسماع آرائكم وسماع أصواتكم وتعليقاتكم على ما يحصل في العراق. أي شخص حبي يتصل بينا، أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، عندكم هذا الرقم مخصص إلى داخل العراق، إضافة إلى أرقامنا الأخرى المخصصة إلى داخل العراق وخارج العراق. أي شخص يقدر يتصل على واحد من هاي الأرقام الثلاثة، إضافة إلى الرقم اللي قبل قليل. أما بخصوص هذا الرقم اللي ظهر أسفل الشاشة، هو مخصص للرسائل فقط، مخصص فقط للرسائل. برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل على أي اتصال أو تسجيل صوتي. بما يخص ما حصل يوم أمس في العراق والفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية، يعني هنا أنا راح تنطرح هواية تساؤلات. أولا قالوا الحشد الشعبي هو يعني هو جهة أمنية تابعة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى مكتب رئيس الوزراء ويأتمر بأمره. زين، إذا هو يأتمر بأمره، اللي صار البارحة شنو لعد؟ أنه دولة يأتمرون بأمره ما يأتمرون بأمره؟ أريد نفتهم. هاي رقم واحد. رقم اثنين اللي جذبني يقول له يا الكاظم ايش ورطك تريد تصير زلمة برأس العالم؟ يعني هو رئيس وزراء، المفروض إذا تحجون على قانون ودستور، هو القائد العام للقوات المسلحة، هو رئيس وزراء، هو رئيس السلطة الأمنية العليا، هو رئيس السلطة التنفيذية، هو رئيس كل شيء يعتبر في العراق، وهو أعلى سلطة في العراق، لأنه رئاسة الجمهورية هي منصب شرفي والبرلمان هو منصب تشريعي. فإذا شنو الفيلم؟ أنه لما يطلعون بهذا الكم من السيارات، بهذا الكم من الأسلحة، أحاديات، والشرطة الاتحادية تخاف من عندهم، يفتحوا لهم شوارع ويطبون ويهددون ويسوون، يعني دولة شنو؟ يعني العراق أوكي بعد عام 2003 صار ساحة للصراع، أصبح العراق هو مرتع للميليشيات، مرتع لقانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، لكن مو بهالصورة، مو بهالصورة هاي. زين ذولا منو؟ ذولا حزب الله. يتبعون منو؟ يتبعون القادة عام للقوات المسلحة، مثل ما هم يصدعوا روسنا ويقولون انه احنا نأتمر بأوامر القادة عام للقوات المسلحة، لو عندهم أوامر ثانية، لو عندهم أوامر من إيران. زين انتوا اللي دسووه هذا، يعني هل هو لمصلحة العراق؟ لو لمصلحة الشعب العراقي، لو لما يطلع لكم أي واحد يهدد مصطفى الكاظمي أو أي تغريدة تطلع من أي واحد من الحشد ويهدد ويوصف أنه الكاظمي أو رئيس الوزراء أو قائد عام للقوات المسلحة، اللي تقول أني أتبع أمره بأي وصف. المشكلة أنه حتى الصحف العالمية، يعني مثلا الاندبندنت البريطانية تقول أنه طهران بلشت اليوم تعيد أوراقها، يعني تعيد ترتيب الأوراق وتعيد تعاملها ويا الحلفاء. ليش؟ لأنه إسماعيل قاآني ضاج من ذولا، فراح يعتمد على ميليشيات ما لها قادة معروفين حتى يضمن ولائهم إلى إيران. فهنا شنو اللعبة الجديدة اللي راح تصير بالعراق؟ أحمد من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ هلا بيك أخويا. هذه يعني عندي أخي موقوف
نعم. و سبب مشاجرة أخذوه ودخلوه سووه 4 إرهاب. نعم. ومن كثرة التعذيب والإهانة والتهديد بالعرض بصموه هيش قوة قطرا، الله شاهد. نعم. ولا توجد عليه لا عشائري ولا حكومي، وكل شيء ما عليه، وهو مواليد 2000 وخذوه من 2017. نعم. وأثناء المحكمة أجوا أشهود عنده تنازل شخصي و14 شاهد. نعم. القاضي ولا استدعاهم ولا هاي، وحكموا 85 سنة. تريد أسألك يا أستاذ، وين أكو هيك حكم بالعراق؟ نعم. إيه، فأريد منك تشوف لنا صورة حال العقل العام تناشدنا. نعم نعم. وإذا يعني تشرح لنا هذا الموضوع مال 85 سنة، يعني وين أكو هيك فضاءات، وين أكو هيك؟ أخ أحمد، يعني إحنا سوينا حلقات كثيرة على قضية المعتقلين وقضية السجناء والمسجونين. نعم، هو جرح العراق النازف. نعم. راح نحكي عليها هواية وراح نرجع نحكي بيها، وإن شاء الله نتكلم على قضية 85 سنة. صدقني أنا لست بقانوني أو يعني شخص ضليع بالقانون حتى أعرف أجاوبك على هاي القضية، لكن إن شاء الله نبحث عليها، وفي الحلقات المقبلة قد يكون لنا جواب عليها أخ أحمد. لكن بخصوص ما يحصل في 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 العراق، يعني حلقة اليوم أنا ما حصل البارحة من 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 تصفية صراع، من تصفية حساب، ما أعرف شلون أسميها، لكنه أكو دولة المفروض تقول أنا دولة، اللي هي فقدت هيبتها بعام 2003، وأكو ميليشيات، الميليشيات تقول إحنا نتبع رئيس الوزراء، لكن يبدو أنه أكو خلاف مدى نفهمه. شنو رأيك بالموضوع؟ أستاذي، بس على الفقير يطبقون القانون. يعني يريدون، أنا خابروني يقول من عندي 4 شدات، أنا منين أجيب؟ وأنا أشتغل عامل يوميتي 15,000، أحط على عائلتي لو عليه. نعم. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ أحمد من الكويت. سعد حياك الله. حياك الله والدوم يا أستاذ، أسعد الله أوقاتكم وطابت أوقاتكم بكل خير. حياك الله أستاذي. أولا يجب ونتمنى حصر السلاح لشؤون الدولة، وأيضا يا أستاذي نتمنى أيضا من إدارة السجن أن تنطيهم أكل، يعني غذاء صحي طال عمرك بالنسبة للسجناء والمختطفين والمعتقلين والمحتجزين. وهذا غير مقبول، البطء في الإجراءات الصحية والبيئية والأمنية. أيضا يا أستاذي يجب محاسبة من تجاوز على الدستور وتطاول على الآخرين من البسطاء والمظلومين والقلادة المساكين، وأنطوهم أيضا حقوقهم، حقوق العمال والمزارعين، وأيضا يا أستاذي الفلاحين. وكذلك أيضا يا أستاذي آخر الكلام يا أستاذي، نتمنى الصحة للجميع، ويبعد الله عنا وعنكم كل مكروه، ورحم الله موتاكم وموتانا، وكذلك أيضا شاف المريض أصحاب النوايا السليمة يا أستاذي الحسن. تحياتي لكل البرنامج الراقي المميز. حياك الله أخ سعد، شكرا لك. أم مريم من الفلوجة. عليكم السلام والرحمة والإكرام، هلا بيك. أستاذ رأفت على مدى الحكومة، يعني الحكومة هي كلها إيرانية. نعم. يعني يوم عاهدوهم على الخضراء، يعني معقول هم ما يدرون هاي من اللي من كل يذبون، يعني شغلة إرهاب، هاي مو إرهاب، هم من عندهم، هاي إيران يعني. نعم. إيه، فأستاذ يعني هم من يقولون يعني العراق والعراق، هم العراق هم ضاعوه. نعم. العراق هو بلد إباع، فهم يعني من هذا يعني يقولون فلان وفلان من هذا السيارات وكسمه، هم يحسون على هذا، هم يعني هو ناس هم مظلومة، ظلموها فالله ظلمهم، يعني ظلم السياسيين كلهم، يعني الله جاب عليهم البلاء، الله جاب عليهم البلاء، يعني هاي هسه السجناء بتموت آلاف السجناء هسه، يعني بالمعتقلين والمعتقلات هواي، يعني عندك سجن الناصرية،
عندك سجن الرصافة، عندك سجن المطار، يعني كلته هذول كلته يعني بكل هاي أبرياء. يجيك القاضي، يجيك القاضي يحكم مؤبد وإعدام، يعني ما يعرف شنو القضية، غير أن يحكم إعدام ومؤبد. يعني هو القاضي بيش يلاقي رب العالمين؟ هو على الحكومة بيش يلاقي رب العالمين؟ أنطوا عفو عام وسهلوا أمور العالم، هاي خطية يعني أطفالهم وأبنائهم ونسائهم، يعني شو تنتظر فيهم؟ يعني قبل أول بارحة يعني ثلاثة جابوهم من سجن الشاذي يعني متوفين مرض كورونا، من يصدق؟ هم كتلوهم مو يعني مرض كورونا، هم كتلوهم. يعني هاي الحكومة ما أدري شنو الحكومة، نايمة قاعدة. نطلب من الكاظمي ونطلب من الحلبوسي، نطلب العفو العام وتبييض السجون. نعم. لأن أكثرها أبرياء. نعم. وجزاكم الله خير على هالقناة هاي الحلوة. يا هلا يا هلا بيك، لا شكر على واجب أختي أم مريم. أم محمد من هولندا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. شكرا شريفة. عزيزي هاي الميليشيات يعني أنكت الدولة ماديا ومعنويا. يعني هاي السيارات تقتل السيارات والأسلحة، منين جابوها؟ ميزانية الدولة، يأخذون كيفهم؟ يعني يجيروا فلوس كيفها؟ نعم. وأنا بالبداية قلت إحنا نطلب فصل الكاظمي، وأنا أشوف الرجال يعني حد ما فصل يشتغل، وقف رواتب رفع جراحة رفعها اللي كانوا عايشين بقصور، روتين عايشين بساعات وعن كل شيء. زين؟ فالرجال لحد ما فصل يشتغل. وأنا طالب من المتظاهرين شرطة التشرين يساندونا، لأن حد الآن أشوف الرجال يشتغل زين، وهاي الميليشيات شايبة الورد يعني صدع لها، واعتقل بعض المسلمين من حزب الشيطان يسمى حزب الله. فحاليا العراق ما في سيادة، هم ميليشيات إيران اللي تحكم العراق. لا أنت تقول اعتقل بعض المجرمين، من هم؟ اعتقال مجرمين حزب الله اللي قتلوا المتظاهرين، يسمونه سبحانه والله هم حتى الشيطان، اعتقلوهم. تعدوا منصات صواريخ ضربوهم من مجال المطار، مطار صدام، وضربوهم من السفارات الأجنبية. أو قبض عليهم. يعني هل تعتقد أن اللي صار البارحة لأجل عيون المتظاهرين؟ عفوا؟ هل تعتقد أن اللي صار البارحة لأجل المتظاهرين ولأجل العراق؟ والله يعني أشوف موقف الكامل لحد الآن زين، يعني أشوف موقف مش خلص. موقف الكاظمي لحد الآن زين. أنت تعرف خزينة الدولة فارغة ولليوم ما قدر يرجع فلس من الفلوس المسروقة؟ ما يقدر أخي، أعتقد هاي من شاتي يا سيطرة الرجال، ما يقدر يشتغل الوجر يا حاوية من زمان خزينة فارغة. وياك الميليشيات مسيطرة، أكو هواية ناس هربوا من العراق والحكومة تقول عليهم سارقين وهاربين، ويقدر يطلبهم عن طريق الانتربول وراح يوقف ويا الجيش والحشد والشعب. حشد هو ده يشتغل حد العالم شيئا، نشوف القادم إن شاء الله يكون أفضل حتى نكمل هذا الشيء. وتحية لكم وقناتكم. حياك الله حياك الله. أبو عمر من الفلوجة حياك الله. أبو عمر. وياك. حياك الله أخويا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك الكادر مالكم إن شاء الله. حياك الله أخويا. أخي أنت وبالنسبة على مدار ميليشيات، وأصلاً حكومة ماكو، ميليشيات مسيطرة على مفاصل الدولة كلها. نعم. لأن هي الصول والجول منافذ هي مسيطرة عليها، مغدرات الشعب كلها مسيطرة عليها، جبايب الشوارع. زين. يعني هم لو كدولة هذول اليوم نفترين من الخضراء يعتقلونهم رأسا، يطلع عليهم قوات تعتقلهم مستر من الخضراء، يستعرضون سيارات مرتقبة على الخضراء. نعم. زين هو القانون يطبق بس على البغير. أخي حاكمتنا أحزاب فاسدة كلها من إيران، حزب الشيطان ودول العصائب والنجباء وما أدري منين ما جابوا لنا هذول، أنت صاروا وأنت طلعوا. نعم. زين. يعني ماكو هيك دولة يعني بس بوق وسرقات، يعني إيران حاكمة العالم والسجون متروسة بأبرياء، يعني 90% من السجناء أبرياء الله وكيلك. زين ما يطلعون هذا المرض اللي فتك بالعالم كورونا، يسمون السجين ده يطلعون حاكمينهم أفراجات يعذبونه يطلعونه ميت أهل الله وكيلك. نعم. زين يقول لي دولة ودولة وسيادة، يا دولة عمي دولة، اعتقلوا دولة اليوم 13 واحد دولة حزب الشيطان بالدورة أخذوهم
هسه يطلعونهم عمي والله وكلك يطلعهم غصبا عنه. نعم. اي ماكو يعني الدوله ماكو والله وكيلك مسيطر على الميليشيات والاحزاب وحزب الشيطانه وربحهم وقبل مباشر ما ارتباطهم بايران حج. اي بس هي الحكومه ما هي حكومه اصلا حكومه هي تابعه احزاب وميليشيات وهي مسيطره على مفاصل الدوله كلها. نعم نعم. اي بس احنا نعمل خير بين نقول عسى ولا يستاندوا دول الامريكان هم مساس بالامريكان بس نسال الله يستاندوا هذا ويعني يقصف جناح دول الميليشيات ماكو دول سبب الشوارع اذا ما تنتهي مصير دوله بالعراق ولا 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 تصير لنا قيمه. نعم. الله كريم. نعم نعم شكرا 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 لك ابو عمر. بعد اللي صار ميليشيا الحشد خصوصا ميليشيا حزب الله شنت هجوم على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك عقب قيام جهاز مكافحة الإرهاب باعتقال عدد من زعماء وعناصر الميليشيا وهددته بالعقاب والعذاب. وأنا أريد أفهم منه يشتغل يم منه، هاي النقطة لازم نفهمها. ثانيا المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله المصنفة كمنظمة إرهابية أبو علي العسكري قال بمنشور أنه هذا الكاظمي اللي وصفه المسخ الذي أراد خلط الأوراق متهما إياه بالمشاركة في قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ووصف أيضا اعتقال عدد من عناصر حزب الله بعربون عمالة جديد من الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هسه هنا نريد نفتهم بيع العراق الإيران مو عمالة وبيع العراق الأمريكا عمالة، ما هن اثنيناتهن عمالة، انتم تشتغلون الايران وغيركم يشتغل لامريكا، بس عندكم مشكله ويا جهه معينه فهاي عماله وهاي مو عماله، هاي رقم واحد. هذا المسخ اللي انت تقول عليه مسخ مو انتم اللي جبتوه، مو انتم اللي رشحتوه، مو انتم اللي صعدتوه، مو عندكم كتل بالبرلمان وافقت على ان يكون هو رئيس الوزراء. زين اكو واحد بالقوائم، اتمنى يدخل لي عسكري ويجاوبني، اذا كانت الحشد تتبع القائد العام للقوات المسلحة أو تتبع مكتب رئيس الوزراء وهي جهة أمنية معترف بها في العراق، فإذا هي تعمل أو تأتمر بالأوامر العسكرية، أكو واحد أقل مرتبة يتعدى على الأعلى المرتبة ويوصفه بمسخ عسكريا، هذا الشيء صحيح أم لا؟ أتمنى أتمنى جاوبوني على هاي التساؤلات. محمد من السماوة حياك الله. السلام عليكم أخي، تحية لك وتحية للرافدين. حياك الله أخوي العزيز. أخي العزيز، في وطني الميليشيات أقوى من الدولة وسلاحها أكثر من الدولة ونفوذها أكبر من الدولة والعشائر أقوى من الدولة وسلاحها أكثر من الدولة، والكل ينادي حصر السلاح بيد الدولة، فمن يحصر السلاح؟ الدولة من الميليشيات أم الميليشيات من الدولة حتى تستقيم الأمور؟ وإلى متى يبقى الشعب يتحمل؟ لقد فقد الشعب صبره وقدرته على التحمل، فاحذروا غضب الشعب وثورة الجياع وانتفاضة المظلومين يا من تسمون أنفسكم بالسياسيين. هذا البلد العظيم العراق سيبقى بإذن الله بلدا آمنا يحرسه من يمشي على أرضه من سنة وشيعة ومسيحيين ومسلمين وتركمان وصابئة. وشكرا لك أخي. شكرا 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 لك أخ محمد. أبو حسن من عاصمة الرشيد بغداد حياك الله. مرحبا أخوي العزيز. مرحبا أخوي. يخليك الله، عندي مداخلة يعني شوية مو على البرنامج مالكم بس كان تقريبا نفس الحلقة اللي كنا تفضلنا فيها. أخي العزيز، أكو بغداد تصير حالة كلش قوية تأثر على العالم، تدمر شباب هواية هاي الحالة اللي هي أكو ناس متنفذة بالعراق قاعد تجي تسوي دعاوي مصدر أوامر قبض على ناس على مادة التزوير وغير التزوير، مثلا يشتري سايت من سوق مريدي يجيب اي اسم يريده يكتب فيه اسم السايت او اسم الشخص اللي يريد يطلبه ويصدر فيه امر قبض، وبنفس الوقت من يصدر عليه امر قبض ما ينفذ الامر قبض
في المحافظه اللي هو مشتكي بها، ينفذ الامر القابض غير المحافظه او تشتغل هذا الوحده الاقليم او هو ساكن في الاقليم. ولا ما يتوقف هذا داخل الاقليم يبقى موقوف سنه واكثر من سنه، وبنفس الوقت تجيك ببغداد يقول لك مو موقوف يمي، تروح باربيل تقول هذا الشخص موقوف يمي بس موقوف ببغداد، لازم بغداد تسلمه. احنا عندنا شخص موقوف صار له اكثر من سنه، وهذا الشخص الموقوف نراجع بغداد، بغداد يمين موقوف باربيل، تجي باربيل نراجع نطلعه ونقدم كفاله يقول دعم بغداد. وبنفس الوقت هاي الفتره تبدي اللعبه، المشتكي يقوم يساوم يقول اكثر اسوي تنافس عليه ببغداد، وثاني اطلع من التركيز بس تنطيني مبلغ او تنطيني فلان اقامه انت عندك او تنطيني فلان شغله تملكها. هاي ان شاء الله كل كثيره، وهسه هواي موقوفين من منطقتنا الاردنيه ومن الجنوب ومن بغداد، وبنفس الوقت ابو لطيف ما بي قبض عليه مو فقط ابو بغداد اذا كانت في حاسب اطلب على الخارج ما عندي اي دعوه ما جاي من بغداد بس الامر القبض ودزينا لحظه ابو حسن، ابو حسن يعني هسه انت اللي افتهمه تقول انه شخص عن طريق دعوه كيديه او تزوير او ما اعرف شنو يصدر امر قبض في بغداد ويروح يعتقل شخص في الاقليم او اي في اي محافظه اخرى، صحيح؟ يعمم الاسم، يعمم الاسم ويوقف بالاقليم. زين زين، انت من تروح على بغداد يقولوا لك ما عندنا هيك امر قبض، ما تقدر تاخذ ورقه وتقولهم انه هاي الورقه من بغداد وتقول ما عندنا امر قبض طلعوا لي اخويا؟ هو فعلا العفو طلع، هو فعلا يعني عنده امر قبض مصدر عليه امر قبض من بغداد، جاي شهود دون مصدر عليه امر قبض من بغداد. طيب ومصدر امر قبض بالاقليم، الاقليم ما تدري احنا جانا امر قبض من بغداد، اذا اكو خطا بالامر القبض عمله بسيته بغداد. طيب وهاي اخ عزيز موجوده هسه باربيل وبالتيمانيه وكل مكان بالاقليم موقوفين الطبيب والمهندس وكلهم ولد ناس ولد عوائل مظلومين، يعني حتى اكو قسم من عندهم كبار بالسجن عندهم امراض مزمنه. طيب وماكو اي حل لهم، ما خلينا ناس مناشدنا، ما خلينا مسؤول مناشدنا. تروح يقول لك التسجيل متوقف، يعني بربك انت موقوف اكثر من التسجيل متوقف؟ لا التسجيل متوقف والحكومه عايشه من التسجيل متوقف، ليش تصدر عليها امر قبض؟ انت يا مان عراقي وين ما توقف؟ المفروض انت يرجع على القاضي، شنو شخص توقف سنه وعشر اشهر ما يفوتوا على القاضي ما يسالوا ما ينطوا حق يدافع عن نفسه اذا هو مسلم او مو مسلم. زين هذا المشتكي من يجيب اي 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 مسؤول من الشارع ماجورين الثمن، شنو ذنب الناس اللي قاعد تتوقف؟ نعم وصلت. حتى الناس تكون حزتها والناس حضرتها هذا الموضوع وصلت ابو حسن، ووصل صوتك الى يعني كافه بيوت الشعب العراقي. وصلت اخوي العزيز، شكرا لك ابو حسن من بغداد. زيد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحة الاحوال، نحمد الله على كل شيء، تفضل. تاهل الحمد. موضوع الحلقة إن شاء الله على الميليشيات والسلاح المنفلت والقضاء إن شاء الله. يعني هو الصراع اللي دا يحصل في العراق، الدولة بيد من؟ الشعب العراقي لوين رايح؟ المواطن إيش راح يصير؟ شريط ما بين هذا وذا، يعني شريط. نعم. بالنسبة للعراق يعني هو العراق الكل يعرف إنه مرهون بيد الميليشيات وإيران. أما تخفى على أحد أستاذ؟ نعم. احنا من 2003 ايران بدها تتحكم بينا، صح لو غلط؟ استاذ اسد. نعم. امريكا وايران تتحكم بينا. عملاء ايران شو يقولون؟ السعوديه متدخله، قطر متدخله، الاردن متدخله، تركيا متدخله، بس يابا من اللي واضح على الارض ايران والسعوديه وتركيا لو ايران. هي اخ زيد، هو مو هذا الموضوع، الموضوع انه انت لما يطلع مثلا ابو علي العسكري المسؤول الامني لحزب الله ويقول انه هذا اللي سواه الكاظمي هو عربون عماله جديد للولايات المتحده الامريكيه، زين السؤال اللي دا يسووه هم الايران هذا عماله لو مو عماله؟ لا
يعتبر شو اسمه جهاد من نوع اخر. هذا احنا مو ذيول صرنا لايران، واحنا صرنا ذيول استاذ افل. احنا لو ما ذيول مو احنا العراقيين، هم دول لو ما ذيول ما يقولوني. هو يعني شنو فرق العماله الامريكي وفرق العماله الايراني؟ زين احنا بزمن الحرب العراقيه الايرانيه ثمان سنوات حرب بيننا وبينهم، قدروا يقطعون الكاران او شيء فد ساعه واحده، هم او تركيا او اي دوله متجاوره للعراق قدروا يتعدون على حدود العراق. لو ما جتنا هاي الشكولات العميله ودخلهم بعمق السياسه العراقيه وبعمق المواطن العراقي، حتى قام يدخل. زين شنو خميني بنينوى؟ مدرسه خميني بنينوى شنو؟ ناس مسيحيين، شنو جابوهم؟ منطقه مسيحيه، اغلبيه مسيحيه، شنو مدرسه خميني؟ شو تعلمهم بده يقول لطم؟ زين اخ زيد، السؤال الاهم هنا، هسه هم ذول الميليشيات، ذول الميليشيات ان كان حزب الله ولا العصايب ولا اي واحد بيهم، هم كلهم عندهم كتل سياسيه وكلهم مشاركين بهاي العمليه السياسيه البائسه، وكلهم دا ينفذون او يشرعون قوانين بالبرلمان، لكن على ارض الواقع ذول الميليشيات ما نشوفهم يحترمون القانون. زين هو مو هم اللي سووهم؟ زين شو ذول السيده وعلى ذول شنو الفيلم؟ الفيلم لان هذول يتلقون اوامرهم من ايران، من ايران يقولون لهم لا تحترمون الدوله العراقيه، ماكو دوله عراقيه. وزين هم لما طلعوا يم السفاره الامريكيه وقاموا يحرقون بالاعلام ويدوسون بيها، ليش الامريكان ما شافوهم؟ بالله عليك استاذ افل، ما شافوهم؟ زين هم حتى العلم الامريكي والعلم الاسرائيلي، تدري العلم الاسرائيلي والعلم الامريكي وين مرسومات؟ تدري لو ما تدري استاذ افل؟ اجلك الله بالبسطال يرسموه الامريكان يختموه ويدزوه على جداشي، هو مديوس 24 ساعه بالبسطال. فعلى من يضحكون ذول عملاء ايران؟ هم مباركه من ايران هم يهوسون بالساحه، والله امريكا تقدر تخنقهم تخنق الدجاج من الصبح، بس هم امريكا طالقت لهم الضوء الاخضر. نعم والله استاذ افل، استاذ افل، اذا هذا الشعب ما يصحى، اذا الشعب ما يصحى هذا يا حيل بي راح الامراض والميليشيات والجوع والفقر ياكلوا حيل بي وابو زايد. اذا ما يصحى خلي يتحمل نتائج ما صبر. نعم هذول ما يرهم منهم السلميه، ما ترهم منهم السلميه هذول استاذ افل، هذول يراد لهم سحل ودوس على رؤوسهم بالبساطين وانتهت. ايش قد نخسر؟ نخسر مليون؟ احنا دا يروح من عندنا مليونين، صح لو غلط؟ نعم الوالديهم مندبهم بالشوارع ونخنقهم وفي مال لا في مال لا. نعم. شكرا 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 لك اخ زيد. ابو عبد الله من فرنسا حياك الله. السلام عليكم استاذ عسل ورحمه. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. استاذ عسل، الله يحب الانصاف، يحب الانصاف مو صحيح؟ نعم استاذ عسل، هاي الميليشيات، هاي الميليشيات، يعني شنو السبب اللي صارت ميليشيات؟ يعني لو مو انتم جبتوا الدواعش التوانسه والدواعش اللي من السعودية والدواعش السلاجق الأتراك والدواعش اللي جو من الأردن والفلسطينيين والشيشانيين والمغاربة والجزائريين، كان ما صارت هاي الميليشيات. يعني هذا صحيح لو مو صحيح؟ أحلفك بالله هاي لو مو إيران، هاي لو مو إيران، أنتوا كان سويتوا بالشيعة؟ شو كان سويتوا بيهم؟ مو أنتوا دائما تقولون إحنا العشائر الأصيلة، العشائر الأصيلة؟ هاي منو قال؟ يعني دول الشيعة مو عشائر أصيلة؟ هاي لحظة أبو عبد الله، هاي منو قال هاي الحكاية؟ هاي مسجلة ودائما يطلعوها على بعض القنوات مال العزة والكرامة. هاي اللي صارت بالأنبار، العزة والكرامة اللي قالوا الحية الرقطاء ذيلها وراسها، راسها هنا دول الشيعة وذيلها بدول. هذا الكلام أبو عبد الله مردود عليك، لأنه أهل الأنبار لما المالكي هجم على البصرة وعلى الناصرية أهل الأنبار احتووا الناصرية، ولما لما نجي على ثورة العشرين فهي انطلقت من الجنوب ومن الناصرية، فعمرنا عمرنا ما فكرنا بهذا التفكير، وعمرنا ما قلنا أنه من كان ينصر صدام يقتل الشيعة؟ من كان؟ مو أنتوا تنصروا هذا المجرم؟ هاي الأموال اللي باقها بتباقتها،
شتحشون يوميا بالتلفزيون باقوا ذولا كل صحيح باقوا ولا في اليوم حكيتوا على ولا صدام اللي بنا صدام اللي باقته اللي باقوا وراحوا ودوا الأردن ولا في اليوم والله يحب الإنصاف وذولا كلهم حرامية من المالكي وشليدك والعبادي وغيره كلهم حرامية أبو عبد الله بس الله يحب الإنصاف أبو عبد الله أبو عبد الله إحنا مو دريد ندافع عن أحد أو لا ده نحكي من الف... ده نحكي من 2003 إلى هسه اسمعني اسمعني احنا ده نحكي من 2003 وهسه ايه ده نحكي من الاحتلال وجاي ناس حفاي حراميه يجوي على ظهر الدبابه الامريكيه قال الدبابه الامريكيه ترى اسمع اسمع هاي الدبابه الامريكيه ترى هم دخلت دخلت من هذا ابو الاردن الخائن ومن هذا خادم الحرمين ودخلت من هذا الكويت صح لو مو صحيح مين دخلن هذا الخونه مين جوي ابو عبد الله تسمعني ابو عبد الله تسمعني لو ظل لو ظل تشوه بصوره الاخوان العرب هذا كذب؟ اي نعم كذب لو ما احمد الشلبي لو ما احمد الشلبي ونور المالكي وابراهيم الجعفري ما كان كل كل مؤتمراتهم ومؤتمرات مدريد ومؤتمرات لندن تقول ان العراق يمتلك اسلحه دمار شامل وطبولنا لو ما كذب ذول السياسيين اللي موجودين هسه مين دخلت مو دخلت من الاردن ما له علاقه ابو ابو عبد الله دا احكي وياك بس اسمعني ابو عبد الله دا نحكي من 2003 وجاي لا ترجع لي قبل 2003 تمام ليش ليش ما باقوا ما باقوا انا صدام ما باقوا فلوس ودوا الاردن ما باقوها شكرا لك ابو عبد الله شكرا لك انا شاكر لك لانه يعني انت مصر انه نتكلم عن الاخوان العرب اخواننا العرب ما نسمح لاحد يطاول عليهم الشعب العراقي ما نسمح لاحد يطاول عليه وحده الشعب العراقي ما نسمح لاحد يطاول عليها عمرنا ما ذكرنا أنه العشائر اللي موجودة في الغربية هي العشائر الأصلية والعشائر اللي موجودة في الجنوب هم مو عشائر لا اللي موجودين بالجنوب هم أهلنا واللي موجودين بالشمال هم أهلنا واللي موجودين بالغربية هم أهلنا والعراق طول عمرنا نقول يمتاز بفسيفساء كل بلدان العالم تتمنى تكون عندها الفسيفساء اللي موجودة بالشعب العراقي لأنه إذا تجي عليها راح تجد بيها كثير من الطوائف كثير من الأديان كانت قبل 2003 متعايشة متآخية متصاهرة لولا الدبابة الأمريكية اللي جابوها ذولة فأشكرك أشكرك جزيل الشكر فاصل قصير مشاهدينا ونرجع لكم لك الكاظمي العب على قدك الكاظمي ذول زلم الحميداوي الكاظمي ذول زلم مال حميد يلا حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة من جديد ببرنامج صوتكم مثل ما سمعتوا الأخ اللي طالع شاي المسدس ويصور ويهدد يعني ما شاء الله عندنا الميليشيات المتطاولة على الناس والمتطاولة على القانون والمتطاولة على الدولة والمتطاولة على الشعب والمتطاولة على كل شيء يعني تسوي جريمة تصورها تعتقل أحد وتعذبه تصوره تقتل أحد تصوره تقص إذن أحد تصوره تهدد رئيس وزراء وشاي المسدس ويصوره عادي يعني أنت ليش تحكي إنه هذا شيء مو إرهاب يعني من 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 سووا هاي العملية وطبوا بأحاديات وطبوا بأسلحة وطبوا بهذا الكم من السيارات أردفتهم يعني الأحادية سلاح خفيف أردفتهم الأحادية تفتر ببغداد هذا مو إرهاب للشعب مو إرهاب للناس لما أنت تطب بهذا الكم من الأسلحة وتقطع شوارع والشرطة الاتحادية تفتح لك شوارع وتطب تهدد وتوصل إلى قصر وما أعرف يعني هاي الأمور كلها هذا مو إرهاب ماذا أفتهم لما يطلع متظاهر ويقول أريد حقي هذا إرهابي لما يطلع ناشط ويقول الفساد صار بفلان منطقة وبفلان منطقة هذا إرهابي لما يطلع حقوقي ويقول السجون بها تعذيب وبها بلاوي هذا إرهابي لما يطلع دكتور ويطلع مواطن يقول المستشفيات ما بها أكسجين والناس جاي تموت لأنه أكو فساد بالعراق هذا إرهابي بس تشيل مسدس وتهدد رئيس الوزراء هذا مو إرهاب بس تكون ميليشيا من المفترض أنه هي تتبع رئيس الوزراء من المفترض أنه هي تتبع القانون من المفترض أنه هي عندها
هيئة سياسية أو جهة سياسية تدافع عنها في السياسة وتحكم أيضا، هذا مو إرهاب. لما تأتمر بأوامر إيران هذا مو عمالة، بس تأتمر لأوامر أمريكا هاي عمالة، علما أنه الاثنين عمالة. لا إيران مهتمة للعراق والعراقيين، ولا أمريكا مهتمة للعراق والعراقيين، اثنيناتهم جوي لدمار العراق. الأخ أبو عبد الله يقول الشعب العراقي هو اللي جاب الدواعش، يعني مو الجيش اللي انهزم قدامهم، مو عثمان الغانمي اللي لبس دشداشة وطلع ركض، مو نوري المالك اللي سلمها للموصل وسلم المحافظات العراقية، مو تقرير سقوط الموصل هو بنفس البرلمانيين قالوا المسؤولية الأولى على المالكي وعلى القيادات الأمنية، ومو قيادات داعش كانت مسجونة في سجن التسفيرات وهربت بشيء يعني بشكل غامض. لعبة، لعبة لعبت علينا والشعب العراقي صدق بيها. اليوم مع الأسف، مع الأسف أنه ذولا جايين يردون يأسسون إلى فرقة هذا الشعب، مع الأسف أنه ذولا يقولون أنه إحنا عراقيين. أنا دعش على الحكومة، دعش على الأحزاب، دعش على الميليشيات، دعش على الكتل السياسية بسنتهم بشيعتهم بكردهم بعربهم بصابئتهم بمندائهم، كل واحد بالعملية السياسية مع الأسف جاي يدافع عن إيران وعن أمريكا وعن مصالح الدول المجاورة، ولليوم ما دافع عن مصلحة الشعب. لا شفنا خدم الشعب بخدمات، لا بنا له مجاري، لا شفنا بنا له مستشفى، لا بنا له مدرسة، بل من 2003 لليوم احنا نرجع إلى مدارس الطين. عندنا اتصال؟ انتصار من بغداد، حياك الله. هلا بيك اختي، تفضلي. الي انا برنامج صوتكم. تفضلي يوم انت على الهواء. طبعا احييكم على البرنامج واشكر الكادر واشكر الجهود المبذوله من قبلكم. عندي منتدى والله على مود السجناء، دولة صار لهم هواية مسجونين، نطالب بالعفو العام ونطالب، نريد صار لنا 5 أشهر مشاي فيهم ولا أكل عندهم ولا ماي ولا عيشتهم كلش يرسالها. نعم. بعدين احنا ما نجيب لهم، يريدون هم يعني انا متقاعدة ولهذا انا احنا عد قرة المتقاعدين ولهذا ما صرت مراقب التقاعدين. نعم. الروح الراجعهم يقولون احنا نخابركم، الروح الراجعهم يقولون انتوا خلوا تليفوناتكم واحنا نراجعكم، زين رواتبنا وين صارت؟ وهم يقولون تقشفوا رواتب ماكو، حوالي 300,000 واحد طلعوا اجباري، زين وين راحت هاي الرواتب؟ احنا ندري بها حكومه فاسده وحكومه لا تبالي ولا تهتم ولا تدير بال للشعب، بس احنا نريد حقنا بالراتب التقاعدي، نريد حقنا. احنا على التربيه، انا مديره مدرسه وطلعت من شهر 12 هسه بلا راتب. نعم. نعم، شكرا شكرا لك اخت انتصار. ابو عبد الله من لندن حياك الله. ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي عفل، ارد على الاخ ابو عبد الله من فرنسا، هو كان عنده بعض الشبهات، فأوضح بعض هذه الشبهات للشعب العراقي. هو عراقي وأنا عراقي، تحدث على صدام حسين وعلى البعثيين. هو السؤال له يعني هو كان خطابه طائفي مقيم، يعني هذه حقيقة وواقع. يعني البعثيين 80% من البعثيين كانوا من الشيعة، مدينة الثورة مدينة الصدر كلهم كانوا شيعة. يعني هو يتحدث يعني يقول ان صدام يعذب الشيعة ومن هيك، يعني مين كان يرقص صدام حسين؟ الله الان الشعب العراقي عامة يترحمون على صدام حسين، يقولون يا ريت. يعني هذا رايه او قال رايه، وخلينا نكون في موضوع الحلقه اخ ابو عبد الله. نعم، بس لازم ترد على شبهاتي. لازم الشعب العراقي، اهلنا في العراق يعرفوا، يقول ان الامريكان جاوا من الاردن من السعوديه من الكويت. طيب ملك السعوديه الله يرحمه الملك عبد الله قال ما يحدث في العراق هو غزو واحتلال، بينما مالك يعتبر نفسه عراقي قال يخ
يخطب امام الكونغرس الامريكي يقول لهم نشكركم على التحريك، وخامنئي رفسنجاني وخاتمي كلهم قالوا لولا طهران ما سقط بغداد وكابل. يعني هم الايرانيين الميليشيات جاءوا من ايران، وهذا الدمار والخراب والفوضى كلها سببها الميليشيات والايرانيين. والذي عندما الامريكان دخلوا العراق من قام بمقاومه الاحتلال الامريكي؟ اليس اهل فلوجه والرمادي والانبار؟ من وقف لهم؟ من وقف لهم؟ الملجا السيستاني لم يسلم 200 مليون دولار من رامسفيلد وافتى بعدم مقاومه الغزو الامريكي؟ يعني هذه حقيقه وواقع. هو تحدث يعني الان الدمار الفوضى سببها من؟ يعني ما كان احنا نعرف لا دواعش ولا غير دواعش. السبب هذا الفوضى والدمار هو يتحدث بمطلق طائي. هم قاموا يعني مثل ما قلت انت، يعني احمد شلبي كان جاسوس امريكي، المخابرات الامريكيه مدير جورج سنت قال احمد شلبي كان يستلم 300,000 دولار منا، هو الذي زور مستندات استحد دمار الشام العراقيه، هو الذي كذب علينا عندما الرئيس بوش وتوني بلير القوا اللوم على المخابرات الامريكيه، فقال ليش تسمي؟ واحمد شلبي كان يعيش في طهران جاسوس مزدوج ايراني وامريكي. فالان هذا الفوضى يعني حتى نعم 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 يعني حتى الى الان هم يتمنون ان يرجع مثل صدام، يعني على الاقل زمن صدام كان في امان. يعني الان مليارات العراق يسرق والشعب العراقي في فوضى، فتنه طائفيه، قتل، ويعني لا يوجد امان. من سبب هذه كل المصائب؟ نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو عبد الله. بالنسبه الى برنامج الواتساب، اول رساله وصلتني، السلام عليكم، اصلا حرامات نسميهم حكومه، هؤلاء كلاب ووكلاء ايران لتخريب العراق وقتل الشعب. اشكر قناتكم الوطنيه. ام هيثم من عمان، السلام عليكم، عندي اخي مفقود صار له 5 سنوات وما اعرف وين نروح وين نسال عنه، بس نريد نعرف هو عدل لو ميت. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، العراق تحت رحمة الاحتلال وفاران الخضراء، صار واضح للشعب الدواعش والحشود والقوات الأمنية بكافة مسمياتها صنع الاحتلال الأمريكي الإيراني والفتاوى السنية والشيعية بتوجيه من إدارة الشرق أمريكا لقتل الشعب العراقي وتدمير العراق. واليوم يجب على الشعب بعد الاطلاع على الوضع في العراق بعد هذه المدة الطويلة أن ينهض وينقض على جذران الخضراء وسفارة الاحتلال الأمريكي والإيراني وأعوانهم الفاسدين وكنسهم إلى مزابل بغداد، وهم مهزومين ومهزوزين، أدنى حركة من الشعب ينهارون وهم مهزومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اللهم بحق الحسين تحفظ العراق من كل شر ومن كل مرض، سلامي لكادر قناة الرافدين بنت الناصرية. تحياتي لك أفل ولكل كادر الرافدين الأشاوس. الحشد الطائفي وقياداته مجرمون، جرائم قتل، خطف، تعذيب، كل هاي الأمور هم السبب بها لتغيير الديمغرافية للعراق وجعله تابع لجارة الشر إيران. لكن يبقى الخلاص من المجرمين هو الأمل الوحيد في عودة العراق عربيا حرا لا وجود فيه للفرس وميليشياتهم في كل منطقة. الثورة سلاح للانتفاضة في وجههم. عاش العراق حرا أبيا، والخزي والعار للعملاء أذناب الفرس القتل الفاسدين. تحياتي لكم أفل والرحمة للشهداء وحقهم لن يضيع. عاش العراق العظيم. تحياتي لك أم علي من البصرة. يمتي نفذون العفو، والله ملينا، أنا زوجي مخلص نص محكوميته يشم للعفو. مرحبا أخ أفل، أريد أقول لأبو عبد الله من فرنسا، أقول لو أنت تبعي إيراني ماكو عراقي عربي أصيل ما يحب العرب، وأقول أين كانت إيران سنة 2003؟ ليش محاربت مع العراق؟ انكشفتوا أتباع إيران واللعبة اللي لعبتوها البارحة برأس العراقيين فاشلة فاشة يوم 30 حزيران قادم. حسام، السلام عليكم، كيف أتصل؟ أريد أتكلم عن أحوال بغداد. أرقام البرنامج اللي تظهر أسفل الشاشة أخي العزيز، تقدر تتصل على أي رقم بها. السلام عليكم، بارك الله فيكم على هذا البرنامج، لدي رسالة إلى رئيس الوزراء من خلالكم، القضاء على رأس المالكي هو الحل الوحيد وينتهي كل شيء، وشكرا. أبو مريم من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. قبل قليل أبو عبد الله يقول لولا إيران كان سويته بالشيعة. أولا، إيران تكره العرب والمسلمين، والدليل يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما حن قلب أعجمي على عربي قط ورب الكعبة.
السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. أقول لهذه الحكومة والحشود أجلكم الله، لقد أحرقوا العراق من أجل إيران. وقال الشاعر: باعوا عروبتهم للفرسي ما خجلوا، ونور المالكي وإبراهيم الجعفري وأعضاء البرلمان يتهارشون على المناصب كما تتهارش الكلاب على الجيف. وأقول للقاضي علي جفات: لماذا لا تلقي القبض على هؤلاء المجرمين وتقدمهم إلى القضاء؟ لماذا إذا سرق الغني تركتموه، وإذا سرق الفقير عفوا أقمتم عليه الحد؟ وشكرا لكم. مساء الخير قناة الرافدين العظيمة. يا بالميليشيات لو مظهرها قوي بالذيول إيران اللي عايشين بالعراق ما قالوا أنت موجدها يا الكاظمي. حسبي الله ونعم الوكيل، اللي يريد خراب العراق. فاتن من ألمانيا: الخطوة التي خطاها الكاظمي كانت للدفاع عن مصالح أمريكا وليست لعيون الثوار والشعب العراقي. أبو عارف من بابل: ردا على أبو عبد الله من فرنسا، ديمقراطية أحزاب السلطة بعد 2003 هي سرقة، فساد، قتل، تدمير مدن، نازحين، معتقلين، مغيبين، سجون، تدمير القطاع الصحي، تدمير القطاع التعليمي التربوي، هجرة كفاءات ومخدرات وسلاح منفلت. وملخص القول: هناك قاعدة تقول الفاسدون لا يبنوا وطن، هم يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم. وعندي رسالة أخرى: السلام عليكم، ممكن أشارك بالبرنامج؟ أخي العزيز تقدر تشارك، أرقام البرنامج لتظهر أسفل الشاشة هنا. المشكلة أنه اللي حصل البارحة واللي حصل اليوم أنه أكو كثير من التصريحات تخرج، خصوصا لما سمعنا أنه نور المالكي يقول أنه على الجميع احترام وحفظ هيبة الحشدي الشعبي، ولا يجوز الاعتداء عليه أو الانتقاص منه على حد قوله. زين أنت حاليا شنو منصبك بالعراق حتى تحكي؟ ولما كنت أنت رئيس وزراء وكون هذا الأمر صار، شنو اللي كان سويته؟ ما أنت كانت ميليشيات وياك وسويت عليها صولات، وأنت كانت ميليشيات تدافع عنك وسويت عليها صولات، والضباط اللي سلموا الموصل والأنبار كرمتوهم. صحيفة نيويورك تايمز تقول أن واقعة المداهمة اللي استهدفت عناصر ميليشيا حزب الله بمنطقة الدورة جاءت بضغوط من واشنطن. والعمليات المشتركة الحكومية تقول أنه أكو جهات مسلحة لا تريد أن تكون جزءا من الدولة وتسعى إلى البقاء خارج سلطة القانون، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الموالية لإيران. زين إذا أنتم القيادة عمليات مشتركة تعرفون هذا الشيء، فمن المفترض أنه تتخذون إجراء صريح، ورئيس الوزراء والبرلمان يتخذ هذا الإجراء أيضا بقانون، لكن كل شيء ما سمعنا لحد الآن. الكلمة الفصل دائما راح تكون بيد الشعب العراقي، بيديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس الموعد بحلقة جديدة. في أمان الله.